لسه معانا اخبار كتيره جدا في هنا في المحترف هنتعرف عليها على مدار حلقتنا، وكمان مع ضيفنا المتميز احمد مجدي، لكن كمان على المستوى الصحافه قالت ايه في المحترف نشوف مع حضراتكم. يلا نبدأ جولتنا في الصحافة العالمية بصحيفة لاجازيتا دي سبورت الإيطالية اللي ركزت على فوز يوفنتوس على مكابي 3-1 بدور الأبطال، وكتبت يوفنتوس على طريق رابيو. الصحيفة اهتمت كمان بمدرب انتر ميلان سيموني إنزاجي ومدرب نابولي سباليتي، وكتبت المخلصون لإنزاجي والمخلصون لسباليتي. فرنسا ليكيب الفرنسية ركزت على تعادل باريس سان جيرمان وبنفيكا 1-1 في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وكتبت ظل وضوء، يعني شادو ونور بمعنى صح. صحيفة البريطانية صن كان ليها يعني تركيز على طبعا فوز مان سيتي على كوبنهاجن بخماسية نظيفة، وكتبت هالاند يسجل هدفين. الصحيفة كمان اهتمت بفوز تشيلسي الكبير على الميلان بثلاثية نظيفة، وإصابة طبعا ويسلي فوفانا مدافع الفريق الإنجليزي. نروح لأسبانيا، سبورت الأسبانية. سبورت الأسبانية ركزت على أخبار اتفاق برشلونة مع أتلتيكو مدريد حول الفرنسي جريزمان، وكتبت أنطوان جريزمان انتهى الأمر. اهتمت الصحيفة كمان بفوز الريال على شختار 2-1 وخسارة كبيرة لإشبيلية من دورتموند 4-1، وكتبت ريال مدريد على بعد خطوة من ثمن النهائي وإشبيلية يقيل لوبيتيجي المدير الفني مع كارثة. أما ماركا الأسبانية اللي ركزت على فوز الريال برضو على شختار 2-1 وكتبت يمكن أن يضرب، وكمان تحدثت بتكلم طبعا على شختار طبعا اللي بيعمل نتائج كبيره جدا جدا، واتكلمت على الملف المشترك ما بين اوكرانيا واسبانيا والبرتغال لتنظيم مونديال 2030. الصحيفه كمان اهتمت بهزيمه اشبيليا زي ما بقول لحضراتكم 4-1 من دورتموند، وكتبت وداع مؤلم للابوتيجا. دي كانت الصحافه العالميه هنا معانا في المحترف.